وللحديث حول هذا الموضوع يسعدني أن أستضيف مباشرة عبر الهاتف الأستاذ راشدي إبراهيم، محام بهيئة الرباط. تحية طيبة لك أستاذ راشدي إبراهيم. إذن بداية، الرفض النهائي لطلب استئناف تقدمت به منظمات غير حكومية داعمة للبوليزاريو هو صفعة ثالثة للانفصاليين، وتأكيد على قوة الشراكة التي تربط بين المملكة المغربية وبريطانيا. شكرا الأخ العزيز. هذه هزيمة إضافية تنضاف إلى الهزائم التي تتكبدها الجمعيات الغير، ما يسمى بالجمعيات الحكومية الغير حكومية المساندة للانفصاليين. هذه تنضاف إلى الهزائم التي عرفتها جمعيات أخرى فيما يخص الفصوات المغربي، فيما يخص كذلك القرقالات. هذا القرار ديال المحكمة الاستئناف الإدارية ديال لندن هو قرار صائب، حيث أن المنظمة البريطانية WST التي تقدمت بهذه الدعوة تكبدت خسائر جسيمة، لأنها لا تعرف بتاتا ما يجري في الصحراء المغربية، ولا علاقة لها بما يجري حتى في الحمادة بتندوف. هذا القرار هذا هو قرار أساسي، لأنه هذه ما يسمى بالجمعيات غير الحكومية المساندة لطروحات الانفصاليين لا تعرف حقيقة الواقع المغربي بالصحراء المغربية، وهذا فشل مدوي ينضاف إلى فشل السابق في عدة ميادين. لماذا تقدمت هذه الجمعية بهذه الدعوة أمام المحكمة الأوروبية للعدالة؟ لأن هذه الاتفاقية المغربي بين المغرب وبين بريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية هي نتيجة تقوية العلاقات الاقتصادية بين البلدين، خصوصا بعد أن غادرت بريطانيا العظمى الاتحاد الأوروبي أو ما يسمى بريتن إكزيت أو البريكزيت. نعم. ما أشنو الهدف ديال هذه الاتفاقية؟ وفقط الامتيازات اللي كانت عند بريطانيا من اللي كانت داخل الاتحاد الأوروبي ولات ما بين المغرب وبريطانيا العظمى. طيب أستاذ راشدي لو سمحت، ماذا عن يعني الدلالات الخاصة بهذا القرار داخل الأوساط السياسية البريطانية؟ ونحن نعلم دعم بريطانيا لخطة الحكم الذاتي وتنمية الأقاليم الجنوبية، خاصة وأن اتفاق الشراكة بين المغرب وبريطانيا تستفيد منه كل الساكنة في جميع جهات المملكة من الشمال إلى الجنوب. اسمح لي الأخ العزيز، هناك عدة جمعيات غير حكومية صغيرة لا تمثل إلا نفسها ببريطانيا، أما العلاقات ما بين بريطانيا العظمى والمغرب هي علاقات تاريخية وعلاقة صداقة وعلاقة تبادل اقتصادي وتجاري منذ عدة قرون. الآن المغرب وبريطانيا بواسطة هذه الاتفاقية كرسوا فقط العلاقات التي أو الاتفاقية التي كانت تتمتع بها بريطانيا عندما كانت داخل الاتحاد الأوروبي. هذه شركة استراتيجية بالنسبة للبلدين، وتؤكد مجموعة من المزايا متفق عليها بين الدولتين بمقتضى هذه الاتفاقية والاتحاد الأوروبي. الهدف الأساسي هو أن الاتفاق يضمن استمرار التبادلات أو المبادلات بين المغرب والمملكة المتحدة بعد 31 دجنبر 2020، يعني التاريخ اللي بريطانيا خرجت من الاتحاد الأوروبي. مزايا كثيرة، هذا وين رابح رابح، علاقات بين بريطانيا والمغرب رابح في ميدان التجاري، لأن الأساس هو النهوض بالاستثمار وحماية قصد إقامة شراكة استراتيجية شاملة. هذا التوقيع الذي لقام به المغرب وبريطانيا، هذا التوقيع عنده واحد العدد ديال الآليات لتكريس أولا شوية المنازعات واتفاق متبادل حول أولوج جميع المنتوجات المغربية خصوصا الفلاحية لبريطانيا، خصوصا في هذه المرحلة اللي بريطانيا عندها مشاكل في ميدان المنتوجات الفلاحية والخصوص الزراعية، كذلك الصناعات الغذائية والنسيج والمهني العادية، لأن هذه القطاعات خصوصا ستذهب إلى القطاع المالي، وهذا رهان كبير بين العلاقة بين البلدين خصوصا بعد البريكست.
لأنه الهدف الأساسي استراتيجي وهو تقليص الاقتصاد من الكربون في أفق 2025. واضح. وهذا التوجه ينخرط في المغرب، ينخرط في المغرب الذي يهدف إلى تشجيع وتوسيع مساحة الاقتصاد الأخضر. الأستاذ إبراهيم رشدي، شكرا جزيلا لك، الخبير في العلاقات الدولية، شكرا جزيلا على كل هذه التفاصيل، وعذرا لضيق الوقت.